40% فقط معدل التحاق الفتيات اليمنيات في المدارس. في عام 2005 صرحت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف بأن الحصول على التعليم يعتبر أكبر التحديات التي يواجهها أطفال اليمن وخصوصا الإناث، فنصف عدد البنات في سن المدرسة لا يذهبن إليها، وده شيء طبيعي جدا تعودنا على وجوده في اليمن. ستون بالمئة من الفتيات اليمنيات يتزوجن قبل بلوغ 18 من عمرهن، في حين تتزوج أخريات بنسبة تتراوح ما بين 30 و40% قبل بلوغهم 15 عام، وفق دراسة لمركز الرصد والحماية في منظمة سياج للطفولة في عام 2014. طبعاً غير الاغتصابات وجرائم الشرف والمعاناة اللي تعانيها المرأة اليمنية. لهنا ما فيش مشكلة، ليش؟ لأن كل دي الأشياء تحصل بدول كثيرة مش بس في اليمن. تتوقع الموضوع انتهي هنا؟ لا طبعا، جاءت الحرب وزادت كل ذي النسب اضعاف مضاعفه. وفق تقارير امميه حرمت الحرب المراه اليمنيه من ابسط مقومات الحياه، حيث تواجه سوء التغذيه والزواج المبكر، وتتعرض لجميع اشكال العنف، لتدفع بذلك ضريبه الحرب على كافة المستويات سواء الصحية أو التعليمية أو الاقتصادية. توسع دور المرأة اليمنية من ناحية عملية، حيث لجأت المرأة إلى البحث عن ما يوفر لأسرتها الحد الأدنى من متطلبات البقاء على قيد الحياة، من خلال بيع المياه المعدنية وأدوات مختلفة في الجوالات والأرصفة ونقاط الازدحام، بجانب نسبة كبيرة من المتسولات وغالبيتهن فقدن معيلهن خلال الحرب، وتعرضن جراء ذلك للكثير من الضغوط والأذى والاستغلال. إحدى الناشطات اليمنيات وضع المرأة اليمنية في الحرب المستمرة بأنها جعلت منها نازحة وأرملة ومعيلة، حيث تقوم بالعمل لكي تطعم الأسرة، وامرأة يجب أن تعمل كل شيء. ومحيط يستعيب مجرد خروجها من منزلها، فإن المرأة اليمنية سجلت حضوراً بارزاً في سلم النجاحات المحلي والدولي بعد أن شقت طريق العوائق وقهرت الصعاب وتغلبت على العنف، مستلهمة عطائها من جداتها بلقيس وأروى والعشرات من العظيمات في سفر الموت. على الرغم من ظروف الحرب المظلمة، فإن الكثير من اليمنيات فرضن بصماتهن الإيجابية والمشرفة ورفعن اسم وطنهن عاليا، كما هو الحال بفوز ناشطات يمنيات بجوائز دولية رفيعة، ومنهن ياسمين القاضي الفائزة بجائزة المرأة الدولية للشجاعة التي نظمتها الخارجية الأمريكية في واشنطن، أيضا الحقوقية هدى صراري التي فازت هي الأخرى بجائزة مؤسسة مارتن لحقوق الإنسان. أيضاً دينا المشهري باحثة ومخترعة يمنية، حيث حازت على العديد من الجوائز من ضمنها الجائزة الكبرى للاتحاد العالمي للمخترعين من دولة ألمانيا، وذلك في المؤتمر العالمي للمخترعين الذي أقيم في كوريا الجنوبية في عام 2014. كذلك حازت الباحثة والدكتورة اليمنية إقبال دعقان على جائزة بانرجس الثقافي لعام 2019 من جامعة في النرويج، ونالت الجائزة لمهاراتها المميزة في التواصل وبناء الجسور بين ثقافاتها وثقافة الآخرين، والكثير الكثير من النساء اليمنيات الناجحات التي تركنا بصمة وتغيير حول العالم. رسالتي لكل النساء اللي داخل اليمن، انت قوية وأقوى من الجميع لأنك ما زلت تحاولي تنجحي وتتركي بصمة داخل مجتمعك رغم كل الظروف اللي تمر فيها. النساء الناجحات اللي خرجوا من اليمن وتفوقوا، الفرق بينهم وبين اللي داخل اليمن شيء واحد، اللي هو الفرصة. فإذا انت ما حصلت الفرصة خارج اليمن، حاولي تصنعيها داخل اليمن، قاتلوا عشان تكملوا تعليمكم، عشان تطوروا من مهاراتكم، وحاولوا تقنعوا أهلكم والمحيط اللي حولكم إنكم تستاهلوا فرصة بهذا العالم المظلم عشان تنجحوا سواء داخل اليمن أو خارجها. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، المجد للنساء اللواتي جعلن لهذا العالم المظلم شيئا من الجمال، المجد لأمي وللنساء الحالمات المحاربات اللاتي يسعين نحو حلمهن مهما كانت العوائق.